مساء الفل، مساء الورد، مساء كل شي حلو. مثلكم أحلى وأغلى متابعين، إن شاء الله كلكم بخير وبأحسن حال. اليوم إن شاء الله حقدم لكم وصفة كتير كتير طيبة ومحبوبة للكل، وكل من ما إجي عندي وأكلها بيطلبها وبقول لي شو المقادير وإيش حاطة فيها. أصحاب الألمان لا يمكن لا يمكن يأكلوها عندي إلا يطلبوها مني، ومرة ومرتين وثلاثة. الأكلة هذه سهلة ولذيذة، وبتحطوها على سفرة رمضان، تعتبر من السلطات الرئيسية على سفرة رمضان. وبطلب من كل واحد شاف فيديوهاتي لأول مرة يشترك بقناتي ويضغط لايك ويعطيني رأيه واقتراحاته. خلينا نروح نشوف المقادير وطريقة التحضير. عنا 5 أرغفة مقطعين بشكل مكعبات، كمان 800 جرام بتنجان، 300 جرام بطاطا، 500 جرام شيري طماطم. هقطعهم بالشكل اللي انتو شايفينه قدامكم، والبطاطا هقطعها كمان بالشكل هذا. حاولوا ما تخلوش القطع صغيرة، لانه عندي القلي كمان بتصغر بتلحبها. شايفين هذا الشكل؟ الطماطم والبندورة فيكم تستخدموا البندورة العادية. في الصوص عنا 500 ملي لبن زبادي، وربع كوب طحينة، ونص كوب مايونيز، عصير ليمونة واحدة أنا استخدمت، وعندي 200 ملي من لبن عالي الدسم اللي هو الشامينت، بس أنا لقيت منه اللي عليه بقدونس كمان بتعطي طعم طيب، فيكم تستخدموا السادة. ومعلقة صغيرة من الملح، الملح حسب الرغبة بقولكم دايما، حطيت أنا معلقة صغيرة. عندي هذا فص الثوم طبعا كبير، فأنا هاخد نصه، تقريبا هتاخدوا معلقة صغيرة من الثوم. هخلط كل المقادير مع بعض. حطيت اللبن، وهي لبن الشمينة، زي ما يكون لبن الشمينة عندي عليه بقدونس أنا جايباه. هحط المايونيز والطحينة. الطحينة فيكوا تحطوا 2 معلقة أو 4 بالمقدار هذا، 3 4 5 حسب ما انتوا بتحبوا. أنا حطيت بالضبط هنا 4 معالق كبار. هحط الملح، اخفقهم كويس، شايفين هيك بالشكل هذا، واضيف عليه نص فص الثوم. فيكم تدقوه دق او فيكم تفرموه، الافضل انه ما يبان، بس بيعطي ريحة حلوة وطعم طيب، بس ما بيبان انه عليه ثوم. هي هيك الصوص عنا جاهز، خلينا نحطه بالبراد ونسكر عليه. نجهز هلأ الخضار. الخبز حقلي ما بياخد أكتر من 2 دقيقة، ونحاول قلبه هيك عنا جهز وتحمر، ما تخلوه يتحمر كتير. شايفين كيف؟ حنشيله بسرعة ونقلي ورا البطاطا. أنا صراحة كمان حطيت لوز بس ما بان عندي بالفيديو. هحط البتنجان، يعني أول شي بتعملوا اللوز، الخبز، البطاطا، بعدين البتنجان. هنقليهم ونخلي اللون أشقر، شايفين هيك، ونشيله. بصحن التقديم هالقيته هنجيبه، طبعا نحطهم تحت وراء النشاف. هنحط اول اشي طبقة من الخبز، بعدين طبقة من البطاطا، شايفين كيف. هحط كمان طبقة من البتنجان. انا في اليوم هذا عملت 2، واحدة بالمقلي، وانا عملت لإلي مشوي. هحط كمان فليفل زيت، لان انا كنت عاملة لإلي سلطة خاصة. حط الطماطم، حقطعها بس من النص، اذا كانت كبيرة عندي كانت الحبة شوية كبيرة فقطعتها من النص. الفليفلة قلت لكم اختياري، بس انا كنت حطاها زيادة. هحط اللبن او الصوص على الوجه بالشكل هذا، وحزينها لقيتها مرحلة التزيين. هحط خبز. التزيين حاجة اختيارية، فيكوا تحطوا ايش ما بدكم، الموجود والمتوفر عندكم حطوه. هحط انا خبز، هحط بقدونس، وكمان لوز زي ما قلت لكم انا قليته بالمرحله الاولى، وهحط هالقيتا كمان. اكرر العمليه، هذا سماء هحطه على الوجه. في ناس بتحب تحط اللحمه، لو كنت عاملاها وجبه رئيسيه على السفره بحط عليها لحمه ساده من المفروم الناعم، وبضيف عليها سماء، شويه بهار، شويه فلفل اسمر، بحطها على الوجه. وهيك أعزائي المتابعين، فتت المقالي عندي جهزت،
أتمنى أن تعجبكم وصفاتي. لأعرف رأيكم واقتراحاتكم، اتركوا تعليقاتكم، رأيكم كتير بيهمني وبيدعمني. دعمكم للقناة هو سر النجاح. دعمكم للقناة يأتي من مشاركاتكم والضغط على زر الاشتراك الموجود أسفل الفيديو والضغط على زر التنبيهات وعمل لايك ومشاركة للفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.